اقتصادي ومدير تنفيذي لشركة عقارية استثمارية بتركيا. أهلا بك سيد عبد العزيز. السلام عليكم، أهلا بك يا فندم وشكرا للاستضافة. نعم، إذا سيد عبد العزيز نتحدث عن هذه الزيارات المتبادلة بين الجزائر وتركيا، ربما إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه التبادل أو تبادل الزيارات بين البلدين في تنمية أو في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين؟ الأول بنشكر الاستضافة القناة لينا، وإحنا كجمعية رجال أعمال التركية ومع مقابلة الرئيس دلوقتي احنا في زيارة لمدينة طرابلس في ليبيا لفتح مقر الجمعية رجال أعمال التركية وتعزيز الشراكة بين الشمال الأفريقي طبعا والجزائر من أكبر دول المغرب العربي. واحنا دلوقتي سمعنا امبارح الخطاب الرئيسين انه هيكبروا الاستثمارات من 5 مليار لفوق 10 مليار دولار، ودي يعني هيدي مجال كبير للمستثمرين ورجال الأعمال بفتح مجالات كتير، من ضمنها أنا في مجال الاستثمار العقاري ومجالات كتيرة كتبوا عنها امبارح ونشكرهم على المجهود الكبير اللي بتعمل ده، وتعزيز العلاقات بعد أزمة كورونا كتير من الدول والاقتصادات اتهزت وحصل ركود. دلوقتي إن شاء الله بعد الافتتاح اللي حصل ده وجهات كتير من ضمنها الغاز وفي التعاون في شركات الغاز وشركات البترول، خبرة كبيرة في الجزائر وفي البنية التحتية في عند الجانب التركي، إن شاء الله يكون في زيادة في التعاون ما بين الدولتين. طيب أستاذ عبد العزيز كاشف، تحدث عن تبادلات بين الجزائر وتركيا الذي وصلت إلى 5 ملايير دولار، وهناك حسب آخر التصريحات للرئيسين الجزائري والتركي هناك نية في رفع هذا الرقم إلى 10 ملايير دولار. هل يمكن القول، ماذا يمكن القول عن هذا الرقم؟ هل يعكس ربما حجم قدرات كلا البلدين؟ طبعا الاقتصاد الجزائري والاقتصاد التركي من اكبر اقتصادات العالم، والجزائر ومن كل الانكيانات اللي فيها، وتركيا في الفتره اللي فاتت اخر 20 سنه حصل نهضه اقتصاديه قويه، واحنا قريبين جدا ثقافيا حتى لما اتكلموا الرئيسين في الفتره اللي فاتت من ايام حتى ما قبل الجمهوريه، التبادل الثقافي والاستراتيجي قوي جدا ثقافيا، الدين الحمد لله في حاجات كويسه كتير بتخليه بنساعد ان نكبر الجانب الاقتصادي اصلا موجود، فمجرد زياده من 5 ل 10 انا شايف انه ممكن حتى اكتر من 10، يعني سهل جدا تعمل 15 مليار دولار، وده هيساعد جدا الدولتين في الفتره القادمه باذن الله. نعم، طيب أنتم أستاذ عبد العزيز كرجال أعمال وخبراء في الاقتصاد، ربما ما هي القطاعات الاستراتيجية التي يجب تعزيز التعاون فيها بين البلدين؟ الجانب المهم جدا في الفترة الجاية كان في بعض العقبات الموجودة للاستثمارات في الجزائر، امبارح اتكلم الرئيس وبعض الامضاءات اللي اتوقعت بين الطرفين لتسهيل العقبات دي، منها تسهيل التحويل، تسهيل فتح الشركات، دي حاجات يعني جديدة جدا وكبيرة جدا اتقالت امبارح نستنى تنفيذها في الفترة القادمة، هيؤدي إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير جدا. أنا في مجال العقارات وخبرة النوهاو في المجال العقاري الفترة اللي فاتت أكثر من 17 سنة، الجزائر محتاجة بعض العقارات والبنية التحتية، وكذلك المستثمرين الجزائريين لما يجوا تركيا في مجال السياحة ومجالات عدة، تسهيل الإجراءات التحويل وتسهيل فتح الشركات هيساعد أن ننمي ونزود الخدمات دي إن شاء الله الفترة الجاية. طيب ربما علاقتكم برجال الأعمال التركيين، أنتم منضمين إلى الجمعية التي تحدث عنها في البداية، جمعية الصناعيين والمنتجين الأتراك، ربما ما هي أبرز النقاط أو المحفزات التي تجذب المستثمر التركي في إلى شمال إفريقيا وبالتحديد إلى الجزائر؟ هي الحمد لله دلوقتي العقبة الكبيرة اللي كانت موجودة التسهيلات اتوضحت، العقبة الثانية اللغة، يعني شوية الجانب التركي ما يعرفوش في العربي والجانب الجزائري ما يعرفش تركي، فده هيكون عقبة شوية، انما بتتسهل في الفترة القادمة بوجود انا الحمد لله يعني اتكلم عربي، في كتير من الاتراكي بيعرفوا يتكلموا عربي، فدي ان شاء الله تتسهل الفترة القادمة، والتوافق التركي الجزائري في الملف الليبي مثلا في الاستقرار الجزائر في بعض الامور متفقين تماما في حلول الجانب الليبي، ده برضه هيساعد ان اكبر دوله في الجانب الغربي الليبي هي الجزائر، فده هيساعد برضه بالتفافق الرئيسين
وامبارح ما اتكلموش فيها قوي، انما اتوقع الفتره الجايه يتعاد الملف ده ويتكلم فيه ان شاء الله. طيب السيد عبد العزيز، الجزائر في صدد إصدار قانون الاستثمار الجديد، ربما هل هناك أصداء بين المتعاملين الاقتصاديين أو رجال الأعمال الأتراك حول هذا القانون الجديد، خصوصا وأن الجزائر ستتجه إلى تخلي على قاعدة 49-51؟ بالضبط هي دي كانت أكثر عقبة. الفترة اللي جاية هننتظر القانون دوت، وهننتظر فتح المجال الاستثمار الأجنبي. هو يعني من كثر العقبات اللي كانت الشركات الأجنبية تفتح كان بصعوبة، بعض البيروقراطية أو القوانين اللي بتقفل كذا، فده الفترة القادمة هيسهل. هننتظر خروج القانون وبعد كده إن شاء الله نتكلم فيه. طيب تركيا تحتضن اليوم منتدى الاستثمار ورجال الأعمال المشترك بين الجزائر والأتراك، ربما هذا المنتدى الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ربما ما المنتظر من هذا المنتدى، يعني بالحديث عن فرص الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والأتراك؟ نحن ننتظر فتح المجال وان شاء الله نيجي يعني نشوف ايه اوجه التشارك بين الدولتين. ان ميزه المنتديات والاقامات دي بتفتح المجال ان ممكن العمل المشترك بين القاعدين، مثلا في ليبيا مع جمعيه رجال الاعمال الليبيين والاتراك، بنقعد نفتح نتكلم كله، انا في المجال العقاري، بعض الشركات في المجال العقاري نتكلم في هذا المنتدى الذي يراسه الرئيس تبون. هيكون في فتح مجال الجلوس بين الاتراك والجزائريين في فتح اسس العمل وفتح الشراكه المشتركه باذن الله. طيب سيد عبد العزيز كاشف، ماذا يمكن للجزائر ان تستفيد من تركيا؟ اكبر مجال نتحدث اقتصاديا في البنيه التحتيه، المطارات. يعني تركيا بنوا في اخر 20 سنه 55 مطار، اغلب مطارات افريقيا يتم بنائها بشركات التركيه، البنيه التحتيه التركيه في الاستراكشر هذا المجال خبره كبيره في الجانب التركي، والجانب التركي ينتظر زياده في الانتاج الغاز والبترول، الخبره الكبيره عند الجانب الجزائري لنقلها للجانب التركي في البحر المتوسط والبحر الاسود. الاتراك الحين في طور إنشاء محطات غاز ومحطات بترول، لكن ما ليس لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال. نستفيد بمجال الجانب الجزائري فيها بإذن الله. طيب شكرا لك سيد عبد العزيز كاشف، خبير اقتصادي ومدير تنفيذي لشركة عقارية استثمارية بتركيا، على هذه المداخلة. مشاهدينا نعود لمواصلة بقية هذا الموعد الاقتصادي.